الهجومية فيستون مايني المهاجم يوزع والحارس مرة أخرى يدعس يقترب بصفة كبيرة حسام دقاع ثاني وتسويب التسويب رائع من اللاعب جيزوس بروكو أروع منه صادق يدعس يخرج الكرة في الركنية تصدي ولا أروع يونغ أمريكانز وإمكانية الاختراق يوزع والهدف الأول الهدف الأول لفريق يونغ أفريكانز للزامبي كينيدي موساندا براسية غدارة يفاجأ انتباه الاتحاد ويأتي الهدف الأول لفريق يونغ أفريكانز للأمانة عدي خطيرة التسويب والهدف الثاني فيستون مايلي قلب الهجوم يسجل الهدف الثاني ليونغ أفريكانز صاروخية غلطت الحارس صادق يدعس فيستون مايلي صاحب الإنجاز بامتياز